بريطانيا النهارده الحقيقه يعني في حاله كده احتفال كبير منذ الصباح. بريطانيا بتحتفل باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكه اليزابيث على العرش. طبعا من الصباح ويمكن تابعتم في الاخبار وسائل الاعلام كمان علشان طبعا دي اقدم وأكبر ملكة في العالم بعمر 96 عام، وطبعا كل وسائل العالمية تابعت الاحتفالات الصباحية في بريطانيا، وزي ما أنتم شايفين الخيول كانت موجودة والحرس، وكان الحقيقة حالة مبهجة. كان في كده جدل اليوم اللي قبله، يا ترى الملكة هتقدر تبقى موجودة في البلكونة زي ما بيقولوا أو الشرفة بتاعتها قصر باكنغهام وتبقى موجودة، وده تقليد الحقيقة سنوي، وكانوا الناس بقالهم فترة ما شافوش الملكة، ودايما كان متعارف عليه في ذكرى التنصيب إنها تبقى موجودة في الشرفة ويبقى معها العائلة، يعني العائلة كلها الملكة طبعا لبريطانيا بكلهم واختلافاتهم. زي ما انتوا شايفين الصورة الحلة باللون اللبني ده، واللون اللبني على فكرة في لو الناس اللي بتفهم في البادي لانجوج بيلبسوه لأن هو في السلام التعاطف. فشايفين طبعا اولا البرنيطه او الشابو بتاعت الملكه ده من تصميم خاص ليها طول الوقت وطول العمر. هي عندها مصور واحد عاش تقريبا معاها طول العمر، هو اللي كان موجود طول الوقت. الامير الصغير لويس ده الناس كلها الحقيقه علقت عليه، وطبعا طفل فكان عنده التلقائيه واللطافه اللي موجوده. طبعا الشرفه كان فيها زي ما انتم شايفين الحفيد الامير ويليام وكيت طبعا زوجته والاحفاد، وكان في تشارلز اللي هيبقى الملك طبعا لما يعني بعد كده يعني يتقلد هو العرش، وطبعا انجيلا كمان يعني الزوجه كانت موجوده، رغم كمان في اختفاء افراد للاسره، الامير فيليب اللي توفى العام الماضي زوج الملكه، وكمان الامير اندرو اللي اعفي تماما من دوره الرسمي. المنظر زي ما انتم شايفينه امام باكنغهام بالاس، وطبعا ده البريطانيين عموما والانجليز زي ما انتم عارفين طول الوقت عندهم العيلة المالكة دي فيها نوع من أنواع كده إنها بتحافظ على النظام الإنجليزي، بيحبوا قوي إن هم والملكة يعني محبوبة لدى الشعب الإنجليزي، بيحبوا قوي إن هم يشوفوها وهي بتبقى حريصة إنها تبقى موجودة. الأرقام الحقيقة كتيرة جدا، شخصية الملكة كمان مثيرة للجدل واستثنائية بشكل كبير. أنا عايزة كده نروح مع الأرقام القياسية، يعني شوفوا كده الأرقام بتقول إيه. بتقول طبعا الأرقام يعني حاجات يعني مرت في عمر الملكة، أنت بتتكلم على 70 عام بالجلوس على عرش بريطانيا، وده طبعا وقت طويل جدا مر عليها رؤساء وزراء في بريطانيا، رؤساء أمريكا، أوروبا، نظم كبيرة يعني قامت وانتهت. فالأرقام الحقيقة كثيرة جدا ومختلفة جدا. تعالوا نروح لهذا التقرير اللي بيرصد عدد من الأرقام، وأيضا نحتفي مع الشعب البريطاني بجلوس ملكة بريطانيا على عرش بريطانيا 70 عام. هي سيدة القصر الأشهر حول العالم وأقدم ملكة على وجه الأرض، صاحبة الأرقام القياسية في سنوات الجلوس على عرش بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية التي تحتفل اليوم باليوبيل البلاتيني لتنصيبها ملكة لبريطانيا. هذه السنوات البلاتينية حملت العديد من الأرقام القياسية التي جعلت من إليزابيث الثانية ملكة متفردة على عرش بلادها. تولت الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا منذ 70 عاماً وأربعة أشهر، متخطية الرقم القياسي السابق لجدة جدتها الملكة فيكتوريا التي استمرت فترة حكمها 63 عاماً وسبعة أشهر ويومين. كما أن إليزابيث بأعوامها 96 هي أكبر ملكة لا تزال جالسة على العرش في العالم. زارت إليزابيث الثانية بصفتها ملكة أكثر من 100 دولة، وهو رقم قياسي آخر لم يحققه عاهل بريطاني، وذلك قبل أن تتوقف عن جولاتها الخارجية في عام 2015 عقب بلوغها عامها 89.
وخلال فترة توليها العرش قامت الملكة إليزابيث الثانية بحوالي 21,000 التزام رسمي، وأعطت الموافقة الملكية لنحو 4,000 مشروع قانون، وأقيمت تحت إشرافها أكثر من 180 حفلة استقبال في قصر باكنغهام حضرها أكثر من 1,000,000 شخص. وعاصرت الملكة 14 رئيساً للوزراء، بداية من وينستون تشرشل عام 1952 وصولاً إلى بوريس جونسون. من بين أرقامها القياسية الملفتة أيضاً أنها التقت ب 13 رئيساً من الرؤساء الأمريكيين 14، وذلك منذ هاري ترومان إلى جو بايدن. ليس هذا فقط، بل كانت الملكة إليزابيث الثانية أول عاهل بريطاني يزور الصين عام 1996، وأول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام مجلس النواب الأمريكي. بعيداً عن الأرقام القياسية، تحمل حياة الملكة إليزابيث العديد من المفارقات الغريبة التي لم ترتبط بأي حاكم آخر، فقد تناولت السينما والدراما شخصيتها في 100 عمل فني، أشهرها فيلمي The Crown والملكة ورويال نايت أوت. كما كشفت إليزابيث عن ولعها بالفن عندما شاركت في المسرحية الكوميدية جيمس بوند مع دانيال كريج عندما استضافت لندن أولمبيات 2012. وما لا يعرفه الكثيرون أن ملكة بريطانيا من عشاق كرة القدم، حيث أعلن سيس فابريغاز نجم فريق أرسنال عن تشجيعها لناديه عندما أخبرته بذلك عام 2007. يعني الحقيقة ملكة بريطانيا يعني كلام كتير جدا عليها. من ضمن الحاجات اللي قيلت وقالها المصور الخاص بالملكة، وقال إن هي يعني في الصيف أو عادة لما بتاخد أجازة بتروح للقصر اللي موجود في اسكتلندا عشان بتحس فيه بالهدوء والراحة وإنها تقدر تتمشى. فوقتها المصور بتاعها قال لها: طيب ما أنت يعني ممكن تروحي أي مكان، أنت ملكة. قالت له: أروح فين؟ أنا ملكة، عشان أتحرك لازم يبقى فيه تحضيرات ومواكب، لكن في القصر أنا ممكن أتمشى والناس خلاص اللي في القصر عارفيني واخدين عليا ومش بيتعاملوا معايا على إني ملكة. هنا ترجع وتقول يا حتى حياة الملوك والرؤساء ليست سهلة ولا ليست ممتعة طول الوقت، لأنه برضو بيبقى يا حبيس القصر يا حبيس حياته، لأنه بيقدم دايما خدمة طول الوقت.